السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج أصداء اليوم. بين الهروب والبحث عن موطئ قدم لعناصر القاعدة بعد هزيمتها في أبيان، كانت محافظة الضالع اليوم مسرحا لإحدى مشاهد المواجهة، حين تسلل إلى مديرية الشعيب بعض أفراد تلك العناصر، فكان الرفض الشعبي للمواطنين الأقوى أمام تلك العناصر. ما حمله ذلك المشهد نستعرضه في تقرير معاذ منصر. قتيل وجريحين من صفوف القاعدة اليوم في مديرية الشعيب بمحافظة الضالع، وذلك في محاولة تسلل لهم إلى المديرية وحدها ليقظ لدى أبناء الشعيب من استشعرت قدومهم وتصدت لهم بالسلاح لتتمكن من محاصرتهم وإلقاء القبض عليهم بعد مواجهة عنيفة دارت بينهم وبين القبائل هناك. مصادر محلية في الشعيب قالت بأن عناصر التنظيم الذين يبلغ عددهم 10 حاولوا الدخول إلى المديرية بعد منتصف ليلة أمس، وكانوا يحملون السلاح، وهم من الفارين من الحرب التي دارت لأسابيع طويلة في أبيان وشبوة بين عناصر الشريعة واللجان الشعبية والجيش. ويقال بأن أبناء شعيب تمكنوا من قتل قائدهم وإصابة شخصين منهم، بينما السبعة الآخرين تم إلقاء القبض عليهم وتم تسليمهم إلى إدارة أمن الضالع. خطوة إيجابية محسوبة لأبناء الضالع ولأبناء شعيب تحديدا، باعتبار أن دخول تلك العناصر الضالع أمرا خطيرا، والنتائج المترتبة عليه كانت ستكون بالغة، ولذا استشعار الناس بذلك يأتي في إطار حرص الجميع على الأمن والسلامة واستقرار محافظة الضالع برمتها. ينضم إلينا الزميل الصحفي أنيس منصور. أهلا بك أنيس. تسلل عناصر من القاعدة اليوم إلى مديرية الشعيب في الضالع، وما حدث من مواجهة، لو تحدثنا عن ذلك. أخي، طبعا الحادثة التي حصلت بعد منتصف ليلة أمس سبقتها حادثة يوم أمس تحديدا، وهي تسلل عدد من تنظيم عناصر القاعدة إلى مديرية الملاح في محافظة لهج، وهي أحدى مديريات أيضا ردفان. وأثناء تسللهم قاموا بقتل أحد يعني واحد من زملائهم، وعندما قتلوا في مسجد اسمه مسجد الضربة في الملاح بتهمة أن هذا الرجل، في هناك رواية تقول على أنه الخلاف كان خلاف على مسألة منهوبات وعتاد وسلاح، ورواية تقول أن الأخ أحمد علي الحدي الذي قتل وهو من عناصر تنظيم القاعدة قتل لأنه كان يريد أن يسلم نفسه للسلطات الأمنية بعد أن تم التضييق عليهم، وخشية من الضربات الطيران التي تلاحقهم من حين إلى آخر. فتم بعد ذلك إذن اللجان الشعبية أو الأهالي في مديرية الملاح أبلغوا الجهات الأمنية وعن تواجدهم وعن تجمعهم، وتصدوا لهم في يعني منطقة اسمها منطقة دار شيبان من مناطق الراحة، وقبضوا عليهم. هذه العملية الأولى كانت يعني إضافة إلى أنهم تم الأخذ الطفل صغير لأحد من أعضاء تنظيم القاعدة كوسيلة إثبات لهذا الرجل الذي يريد أن يسلم نفسه، وتم القبض عليهم وتسليمهم للجهات الأمنية، ومن بين هؤلاء ممن كانوا يقاتلون في جعار. العملية هذه الذهاب إلى الشعيب والذهاب إلى مناطق بعيدة هي الهدف منها هو الحفاظ على تواجدهم على مكانهم، لأن طيران يرصد تواجدهم وتجمعاتهم ويتم القصف من حين إلى آخر لهذه الأماكن. مديرية الشعيب مديرية معروفة أنها لا تواجد فيها لتنظيم القاعدة، مع أن من قبض عليهم واحد من أبناء الضالع، واحد من أبناء موزعين على مديرية أبيان ولحق والضالع، لكن مع ذلك مديرية الشعيب مديرية معروفة أنها خالية من هذه التجمعات. طيب أنيس، هل لديك أي معلومات عن الجهة التي قدمت منها هذه العناصر إلى الشعيب؟ هم هناك بعضهم من قالوا أنه جاءوا عن طريق مريس، وهي منطقة محافظة قريبة من محافظة الضالع، وجاءوا عن طريق البيضاء، يعني من البيضاء إلى مريس ثم إلى الشعيب في مناطق جبلية بعيدة يعني. فأيضا الذهاب إلى الضالع لأن الشعيب تتميز بتضاريس جبلية صعبة جدا يعني، وأيضا في بعض الشعاب وفي بعض الجبال تتواجد أخاديد كبيرة جدا ممكن أن يتحصنوا فيها من ضربات الطيران أو ما شابه ذلك يعني في هذه الأماكن. لكن الأهالي هم الذين تصدوا وأبلغوا
وتجمعوا مما يعني ذلك انه اصبح اليوم تنظيم القاعده عناصر القاعده يعني مراقبه ومتابعه من قبل الشعب من قبل الاهالي اكثر ما هو من قبل الجيش من جهات الامنيه. شكرا لك الزميل انيس منصور. ينضم الينا ايضا توفيق ناشر مدير عام مديريه الشعيب في الضالع. اهلا بك استاذ توفيق، من وجهه نظرك لماذا تسللت هذه العناصر الارهابيه الى مديريه الشعيب؟ حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. من وجهة نظري صراحة حال تسلل هذه العناصر إلى اتجاه مديرية الشعيب فيعتقد بأنهم حاربين من جراء الملاحقة والهزائم التي لحقوا فيها في محافظة أبيل ومحافظة شبوه، وهم الآن يعني حاربين اتجاه مناطق جبلية ومديريات نائية للتستر عن ما ارتكبوه من جرائم وقاموا بأعمال خارجة عن الشرع والقانون والتي لا تمس بدين الإسلامي أي صلة، ولكن بحمد الله وعونهم يعني تم تصدي لهذه العناصر المديرية وتم ضبطهم، وبعد اشتباك مسلح بينهم وما يسمى الرجال الشعبية في المديرية ورجال الأمن، وبالأخير تم استسلامهم واحتجازهم وتسليمهم إلى قيادة أمن المحافظة. طيب، ردة الفعل المباشر من قبل اللجان الأهلية لمواجهة هذه العناصر، أنتم في قيادة المديرية كيف تقيمون هذا الموقف الشعبي؟ صراحة الموقف جبار ولا أستطيع التعبير عن يعني شكرنا وتقديرنا لما قاموا به اللجان الشعبية والمواطنين والعقال والواجهات والشباب، حتى أنه تجمعر عليهم أكثر من 100 شخص، والاستنكار ما يقوم به وما يسمى ما يدور في أذهانهم عن ما يرتكبه من جرائم وحشية ضد الأمن والسكينة العامة ويعني ضد المجتمع. طيب أستاذ توفيق، أمام ما حدث أنتم في قيادة المديرية، ما هي إجراءاتكم لتأمين المديرية من أي محاولة أخرى لهذه العناصر الإرهابية؟ نحن بتنسيق مستمر من قبل هذه العناصر وعلى تواصل مستمر مع كثير من جهات القرى والمشايخ والأعيان الشخصية الاجتماعية بحكم متابعة دلال الأخبار ما يدور في كثير من المناطق اليمنية في أبيل وشبوة وحضرموت، والآن تابع هذه الأعمال باعتبارها من صميم أعمالنا، ورحنا على تواصل ويقضى دائمه في واستمرار تواصل مع الواجهات العقال وتحفيزهم على أساس يعني عدم تسلل هذه العناصر إلى المديرية والحفاظ على المديرية واستقرارها من أي تسلل هذه العناصر التي يعني الأعمال التي استفز لها يعني المشاعر والضمير الذي يقوم بها. شكرا لك توفيق ناشر مدير عام مديرية الشعيب في محافظة الضالع. الجرحى من شباب الثورة ممن ليس لديهم إمكانيات الوساطة للعلاج كما يقولون، تعددت مشاهد احتجاجاتهم أمام ظاهرة الغفلة ومدارات الصمت، فكان لهم مشهد آخر أدانوا فيه تجاهل الحكومة والقيادة الثورية من مسؤولية علاجهم. وسائل أفاض بها الجرحى في مؤتمرهم الصحفي اليوم، نستعرض ذلك في تقرير الزميل محمد النقي. لم يقل لهم أحد أن يكون جرح الثورة بالضرورة، حتى الذين غازلوهم بصفقة الشهادة أو اليمن الجديد، لكن ليس من حقه أن يمنع أفواههم من حق الصراخ كلما استبد بهم الألم، كما ليس من حقهم أن يعاتبوا القدر الذي استجاب لكل شيء إلى الحياة التي يعيشونها فهو منها بريء. الجرحى كانوا لا يلزمهم، هم الجرحى الدامي لهذه الثورات، على حكومة المفاق الوطني أن تنظر إليهم بنظرة جادة بملامسة معاناتهم بتفقد أحوالهم وما يحتاجون إليه من علاجات ومن أطباء قبل أن يدعوهم للحوار الوطني، لابد أن يتلمسوا هؤلاء الجرحى. جرحى الثورة تقذف بهم أوجاعهم من ندوة تحمل عنوان جراحهم إلى وقفة احتجاجية تطالب بالثورة والتسوية السياسية التي تضمن علاجهم، إلى لقاء مع الجهات المعنية مع المانحين، ثم إلى مؤتمر صحفي يعلنون فيه خسارة مساعيهم في تحقيق هذا الحلم. لكن تبقى الأوجاع والأحلام ذاتها والطرق المسدودة ذاتها، يطاردونها في خطاب الثورة وأناشيد الساحة، وبها يتشبثون حتى وهي تنزلق وتراوغ بالوعود المعذبة، فتخرج العافية الباقية من جلودهم وتتحول جراحهم
إلى إعاقات دائمة. كويع واحد من جرح الثورة جرح أكثر من مرة ولأجل العلاج باع كل ما يملك حتى أفلس، ثم انتقل إلى الإضراب عن الطعام لشدة ما أثقله الدين، وقد ترك هكذا ويخشى مراقبون أن تحل مشكلة الجرحى بأن يصيروا شهداء. شباب السلمية، ثورة الشبابية السلمية، نشتي نقول للناس إن إحنا باقيين في الساحات ويصمدوا يعني لأجل الوطن هذا، لأجل اليمن، عشان نخرج بمسار صح للثورة. يمكن هكذا هم يقولوا أزمة سياسية، وأصحابنا اللي خرجوا بالثورة واللي ضحينا بدمائنا، إحنا من أجل مشي من أجل أزمة سياسية، إحنا ضحينا من أجل ثورة، تمام؟ وإن شاء الله إحنا باقيين في الساحة. يخشى الجرحى أن ترفع الخيام قبل أن ترفع عنهم آلامهم، ويعودون إلى بيوتهم موتى لكن ليس بما فيه الكفاية من الصمت والانتهاء. يشكون أن الحكومة ورأس مال الثورة الذي يذهب لجرح آخرين لم تعد تروق له ملفات الجرحى، ولم تعد كافية وجديرة بالاهتمام، إذ يمكن تركهم حتى يرتقون إلى درجة الشهداء. محمد النقيب لبرنامج أصداء اليوم. ويبقى معنا كويع عبد الرقيب احد شباب الثورة الجرحى. اهلا بك كويع، ونتمنى لك السلامة. من وجهة نظرك كويع، لماذا تعانون ظاهرة التجاهل لمعاناتكم، وهل تبالغون في الاصابات التي تعانونها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. وشكرا لقناتكم المقراجه السعيده. طبعا نحن جرح الثوره الشبابيه السلميه، الذي احنا مستقلين، ليس منضمين لاي احزاب، او لم يكن ورانا اي حزب يدعمنا او يقوم بالمتابعه عنا، الا انفسنا احنا لوحدنا، يعني بدون اي متابعه من اي حزب او طرف اخر. فيتم اهمالنا متعمد، لا يعني صراحه هو يعني علامه استفهام احنا واضعين الجرحى. بالنسبه للوضع الذي احنا عايشين فيه والمعاناه التي احنا نعانيها، وطبعا اغلبنا هذه يعني ظاهره، ونروح للمستشفيات ويحولونا الى مستشفيات يعني الفحوصات، زي مستشفى الثوره اليوم ما حضروا بعض الجرحى على اساس فحوصات يتم سفرهم الى الخارج، ولكن رفضوا وتم طردهم وإهانتهم على بوابة المستشفى الثورة. طبعا نحن نعاني من أول الثورة، نحن الشباب السلميين المستقلين نعاني إهمال وقصور من بداية هذه الثورة. والله ما أدري إذا كانت طيب. هذا بالنسبة لمعاناتكم في رحلة العلاج في الداخل. هناك جهات تعهدت بمعالجة شباب الثورة في الخارج، هل تواصلتم مع هذه الجهات؟ يا اخي والله هذه الجهات احنا في المستشفى الميداني، يعني تم حتى انه تهديد وطردنا من المستشفى الميداني على اساس تسليم الجامع لاصحاب الحي، يعني هذه ما نشوفها ولا نسمع عنها الا في قنوات التلفزيون في الاعلام فقط لا غير. يعني حتى احنا نستغرب يعني حكومه الوفاق يعني ساكته على هذا الشيء. حقوق الانسان، وزاره حقوق الانسان، الساده حوريه مشهور، يعني طلعت حقوقية يعني تدور بعد حقوق الإنسان، ولكنها مهملة يعني طيب. الثورة في المؤتمر الصحفي الذي عقدتموها اليوم هو أحد مظاهر الاحتجاج والتعبير عن معاناتكم. نعم يا أخي. ما هي أهم رسائل هذا المؤتمر الصحفي، ولمن تم توجيه هذه الرسائل؟ يا أخي إحنا هذا المؤتمر الصحفي اللي اليوم عقدناه، إحنا طبعا نوجهه أولا وقبل كل شيء للشعب اليمني، للثوار الذين خرجوا في الساحات. يعني صراحة احنا نترقاهم، يعني رفع الخيام الأسر لأسر الشهداء والجرحى مصدر رعب. يعني احنا إذا كنا في ظل الثورة وفي ظل الحكومة وتشكيل الحكومة الجديدة، وقلنا سنخرج إلى مستقبل أفضل، فإذا احنا نعاني يعني أقوى من أول، يعني ما حصلنا أي فائدة إلا فقط إن احنا ضحينا بأنفسنا إلى هباء منثورا. فقلت لك يعني رفع الساحات يعتبر مصدر رعب لنا، لان احنا اذا كنا كذا اهملنا فبعدين ايش نمسك؟ بعد من نمسك؟ يعني بعد ندور؟ اذا كنا الان انا 21 يوم مضرب عن الطعام يا اخي، وما فيش حتى اتصال حتى ولو يعني دعم معنوي. يا اخي اصمد، احنا معاك او احنا نسوي لك او كذا. رئاسه الوزراء احنا كل ثلوث وكل يوم نسوي مسيرات لرئاسه الوزراء وقابلت باسندوا، ولكن ما فيش فائده. بس انا من خلال برنامجكم هذا ارجو يعني انه يوصل صوتي هذا الرئيس الحكومه باسندوا، بقول له لو سمحت يا استاذ باسندوا يعني امهل الجرحى،
يعني ولو بضع من الوقت ولو نص ساعة يا أخي ندخل نشرح له وضعنا. إذا كان وضعنا مزري هو إيش قدر يا أخي إيش ندخل له القرحة الذي هم يعانوا يعني الآن في بعض أطراف إيش تبتر. نتمنى ذلك. شكرا لك ويا عبد الرقيب أحد جرحى الثورة. أيضا ينضم إلينا مطهر أحمد المختار مسؤول رعاية الجرحى في مؤسسة وفاء. أهلا بك أستاذ مطهر. هؤلاء الجرحى من شباب الثورة أين أنتم منهم؟ أهلا وسهلا بكم يا أخي الحبيب يا ألف مرحبا. الحقيقة نشكركم في قناة السعيدة على تواصلكم وعلى اهتمامكم بهذا الموضوع بشأن الإخوة الجرحى. وبالنسبة للإخوة الجرحى إن جروحهم هذه نعتبرها جرح وطن، وهذه الجروح لا تساويها أي أشياء أو مبالغ أو أي شيء من ذلك. الماء بالنسبة لدورنا أو دور المستشفى الميداني أو مؤسسة وفاء أو الجمعية الطبية الخيرية أو الجهات التي قامت بالاشتراك والتعاون في موضوع معالجة الجرحى فهو دور بارز ولا ينكر. دور المستشفى الميداني الدورة دور بارز وقام بأشياء كثيرة. مؤسسة وفاء التي هي مؤسسة رعاية الشهداء والجرحى خرجت من المستشفى الميداني مع جمعة الكرامة وقاموا بشيء كبير وشيء طيب. الشيء أيضا الشيء الذي لا ينكر إلا جاهد أو ينبغي أن يلاحظ أن جروح هؤلاء الشباب هي جروح بارزة للناس جميعا، ونحن نقول أنهم على عيوننا وعلى رؤوسنا ونضعهم على الرؤوس لأنهم قاموا بشيء. طيب يا سلام على الكلام الجميل أستاذ مطهر. طيب لماذا أنتم لا تكملوا هذا الجميل وتكونوا رابط لإيصال معاناة هؤلاء الجرحى إلى الجهات التي تعهدت بعلاجهم حتى لا يشعروا بالتجاهل من الجميع كما شعرنا من كلام الأخ كوي؟ وكثير من الجهات بجهود كبيرة، منها يعني تسفير 79 حالة إلى تركيا، 13 حالة في خلال 10 أيام قادمة، 45 حالة ذهبوا إلى السعودية، 7 حالات إلى قطر، وفود طبية جاءوا من مصر قاموا بإجراء أكثر من 90 عملية، 85 عملية وأكثر جاءت على أيدي الوفود التركية. إجمالا تم إجراء أكثر من 12,000 عملية. طيب ما هي المعايير أستاذ مطهر؟ طيب أستاذ مطهر معنا جمعية الهلال. طيب كيف تحدد أولوية هؤلاء الجرحى؟ ما هي المعايير التي تعتمد عليها؟ هناك حديث عن معايير حزبية. أستاذ مطهر تسمعني؟ نعم. ما هي المعايير أو الأولويات بالنسبة لكم في اختيار هؤلاء الجرحى للسفر إلى الخارج؟ لأن هناك حديث من قبل البعض أن هناك معايير حزبية لتسفير الشباب للعلاج. كلام جميل، هناك معايير طبية هذا شيء معروف، أما بالنسبة للمعايير التسفير جاءت من السعودية الذي استقبلوا مننا 45 جريح لجنة من طرفهم وتم إخراج الجرحى إلى المطار، وكانوا هم الذين يقومون باختيار الحالات بإشراف لجنة طبية من طرفهم. كذلك الحالات التي تم تسفيرها إلى تركيا بواسطة لجنة طبية، جاءت اللجنة الطبية التركية من تركيا إلى هنا واختاروا الحالة هم بأنفسهم. كان هناك تسفير أول 50 أو 30 حالة كانت بواسطة أطباء هنا وكان فيها بعض الأخطاء لا تخلو، أي عمل فيه عمل كهذا قد لا يخلو من الأخطاء. طيب أنتم في مؤسسة وفاء لرعاية الشهداء والجرحى أستاذ مطهر، هل لديكم قاعدة بيانات بجرحى الثورة حتى نعم. طيب ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الآن؟ نعم لدينا قاعدة للجرحى وفيها معايير لهذا الشيء، وبالإمكان زيارتنا والاطلاع على ما لدينا في المؤسسة، وهذه الأشياء موجودة ومحفوظة، وكل جريح لديه عندنا ملف، وكذلك كل شهيد لديه عندنا ملف، وفيها تفاصيل كثيرة عن الأسرة وعن أفراد الأسرة وعن البيت وعن المنزل وعن الحي الذي يسكن فيه وكيف كانت الإصابة وعين وكيف كانت الوفاة، وعندنا أيضا أشياء عن حالة الوفاة ومشاهد أيضا فيديو وغير ذلك موجود. طيب أشكرك جزيلا مطهر أحمد المختار مسؤول رعاية الجرحى في مؤسسة وفاء. حقوق المرأة في المشاركة بصناعة القرار لا زال حاضرا في الخطاب السياسي والوطني وغائب في التشريعات. اليوم نظم مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن ورشة عمل نفذت بجامعة صنعاء تناولت جملة المناقشات والرؤى والمقترحات للتعديلات الدستورية والقانونية بما يحقق وينظم ويحمي تواجد المرأة ومشاركتها في صناعة القرار. محمد النقيب يستعرض الفعالية في التقرير التالي. الكوت ذلكم اليأس الذي حملناه طويلا
في وتيرة من النضال وما سادها من خيبات الأمل وانهداماته، ثم ههن بعد 30 عاما أو يزيد من قابلية التوسع في معترك هذا الحق المختزل عادة في حقيبتين وزاريتين أو مقعد برلماني أو عجوز في أمانة حزب مسن، يعلن فرض هذا الحق حتى يصير بندا هاما في التعديلات الدستورية. وهذا ما هدفت إليه الحلقة النقاشية التي أقيمت بجامعة صنعاء ونظمها مركز المرأة للبحوث والتدريب بجامعة عدن. طبعا مركز المرأة للبحوث والتدريب في جامعة عدن لنظم هذه الفعالية حلقة نقاشية لمناقشة التعديلات الدستورية والقانونية المقترحة لكيفية إدراك أو إدماج نظام الكوتا في التشريع اليمني باعتبار الحديث يجري في الأونة الأخيرة حول مشروع دستور جديد وتعديلات قانونية. نعتقد أن المرأة تستحق أن تحصد ثمار وحصيدة التغيير من خلال تضمين هذه الحقوق. يطرح البعض أن كثيرا من النساء اليمنيات عاجزات عن فهم ما تطرحه ناشطات من تمكين المرأة في الشراكة مع الرجل في صناعة القرار وإدارة الدولة، وما زلنا في موضعهن القديم من الوقت حيث كانت أحلام المرأة معروفة وبسيطة، مطبخا وأرضا للحراثة وحذاء المشي في ملاحقة جرات الماء والحطب. يطرح البعض أن شيئا مما كان قد تبدل بخصوص معدلات الدستور وكذلك أيضا بخصوص أيضا معدلات الانتخابات وربما أيضا هناك أيضا نصوص أخرى تتعلق بالصوره المحلية حول مقترح التعديلات الدستورية والقانونية لضمان كوتا بما لا يقل عن 30% من مشاركة النساء في مراكز صنع القرار. ركزت أوراق العمل على اعتبار أن المرحلة فرصة لا تعوض في تحقيق هذا الهدف. طبعا الآن فيه زخم كبير حول مسألة إدراك مسألة الكوتا في الدستور أو في إطار الدستور التعديلات الدستورية في الدستور الجديد، وأعتقد أنه هذه هي فرصة لإجراء مثل هذا التعديل وأن تحتفظ المرأة بنسبة في التمثيل في مجلس النواب والمجالس المحلية، وهذا طبعا الأمر هو فرصة لا تعوض، وخاصة أنه استثمار للمرحلة التي تواكب مسألة الربيع العربي. وأعتقد أن المرأة أيضا إذا نظرنا إلى الانتخابات السابقة في المراحل في بعد قيام دولة الوحدة سنجد أن النساء من أكثر المشاركات كناخبات، وأعتقد أنه سجلوا أعداد كبيرة، فلماذا لا تكون المرأة لها فرصة التمثيل في المجلس النواب بدل أن تحصر المسألة في ممثلة واحدة للنساء تصبح هناك نسبة 30%. وحسب إحصائيات 48% من أصوات الناخبين هي أصوات النساء، لكنه رقم انتخابي كبير ولم تنتخب إلا برلمانية واحدة، ذلك ما يجعل الكوتا استحقاقا اجتماعيا وإنسانيا وليس ترفا سياسيا، ذلك ما أجمعت عليه المشاركات. محمد النقيب لبرنامج أصداء اليوم. في الحديث في هذا الموضوع تنضم إلينا الأستاذة إلهام عبد الوهاب مدير عام إدارة المرأة في اللجنة العليا للانتخابات ومشاركة في هذه الورشة. أهلا بك أستاذة إلهام، لو تحدثين عن أبرز ما خرجت به هذه الورشة. أولا أشكركم على أستاذة إلهام. أيوة شكرا لك، تفضلي. مساء الخير. أولا شكرا على تواصلكم معنا ولتغطية هذا الخبر الهام. أنتم تعلمون جميعا بأنه نحن نمر هذه الأيام بفترة زخم كبير في طريق بناء الدولة المدنية الحديثة، ونقول دائما بأن الدولة المدنية الحديثة لن تبنى إلا إذا كانت المرأة شريكة أساسية في صنع القرار. كانت من أهم مخرجات الورشة اليوم بعد ورقة العمل التي قدمها الباحث المحظوري هي أن وضع تعديلات ومقترحات دستورية وقانونية في ضوء نظام انتخابي قائمة نسبية أو مختلطة. كان هدفنا الرئيسي هو التأكيد على ضرورة تخصيص مقاعد للنساء بنسبة لا تقل عن 30%
في الهيئات التمثيلية ومواقع صنع القرار. أنتم تعلمون أن المبادرة الخليجية هي المحور الرئيسي اليوم، ولكننا نقول بأن المبادرة الخليجية للأسف الشديد لم تضع استحقاقا سياسيا واضحا وصريحا للمرأة. لذا كان لابد أن نعمل جميعا وأن تتكاثر جميع الجهود من أجل أن نضع مواد دستورية وقانونية ترفع إلى مؤتمر الحوار الوطني. لذا أقول بأنه لابد من ضرورة وجود حملة مناصرة كاملة ووضع أجندة واضحة للمؤتمر، وأن تتكاثف وجود الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأيضا الأممي جمال بن عمر ومثل الأمم المتحدة. لابد من التأكيد على ذلك. طيب أستاذ إلهام، هناك من يقول أن ظاهرة الفعاليات من ندوات وورش عمل وغيرها التي تطالب بقضايا المرأة ستظل ظاهرة تنتهي بانتهاء هذه الفعاليات إن لم تتحول مخرجات هذه الفعاليات والورش إلى إجراءات تشكل رأي عام محلي ضاغط. ما تعليقك على هذا الطرح؟ بالعكس، لماذا نقول عندما تتحرك كنساء في قضايا أو كمجتمع مدني في قضايا تتعلق بالنساء نقول بأنها ظاهرة؟ هي ليست ظاهرة، لأنه الآن الجميع يعمل في هذا الاتجاه. الحركة النسائية موجودة ومنظمات المجتمع المدني موجودة ومطالبة في شيء محدد. أنت تعلم بأن الدستور الآن قابل للتغيير وأيضا قانون الانتخابات. لذا يجب أن نعمل جميعا في هذا الاتجاه، إيجاد مادة دستورية وقانونية في قانون الانتخابات وأيضا في الدستور من المهمة بمكان اليوم. أنت قطعتني قلت بأنه جمال بن عمر هذا الرجل الأممي وأيضا الراعي للمبادرة الخليجية يجب أن يعلموا جميعا بأنه أي تغييرات في الدستور أو في قانون الانتخابات يجب أن يشمل مواد قانونية ودستورية واضحة تؤكد على ما يعادل أو ما لا يقل عن 30% للنساء. طيب. في مواقع القرار. طيب أستاذ إلهام، ظلت مطالب المرأة وما يتعلق منها بكوتة المرأة في مجلس النواب حبيسة الصراع السياسي. من وجهة نظرك، هل تري أن الواقع اليوم، الواقع السياسي بمشهده، قادر على أن يلبي هذه المطالب؟ إذا كانت الأحزاب والتنظيمات السياسية صادقة في إيصال النساء وبأنهم يحملون أجندة النساء أيضا وهي أجندة الديمقراطية الحقيقية في بناء اليمن. أمامي الآن وأنت تتحدث ورقة بعنوان رؤية المؤتمر الشعبي لدعم المرأة للوصول للبرلمان في 2011 ورؤية أخرى للقاء المشترك عندما كنا نحضر الانتخابات 2011. نجمع هذه الرؤى ونقف أمام الأحزاب والتنظيم السياسي وأقول دائما ونضعهم في كورنر حقيقي. الآن نحن أمام المحك، هل تريدون أن تدعمون المرأة؟ قلتم في تقريركم بأن المرأة 48% أصوات النساء. إذن لابد أن تشكل المرأة رقما أيضا في داخل البرلمان وأيضا في داخل المجالس المنتخبة بشكل عام. لابد أن نكون رقما حقيقيا، ولكن هذا الدور يجب أن تلعبه أيضا النساء. لابد أن تتكاثف جهودهم وايضا الاحزاب والتنظيمات السياسيه في قانون، ليس فقط في الدستور وفي قانون الانتخابات، ايضا في قانون الاحزاب والتنظيمات السياسيه لابد ان تكون هناك ماده قانونيه. شكرا لك يا استاذ الهام عبد الوهاب، مدير عام اداره المراه في اللجنه العليا للانتخابات. فاصل ونعم. من ثاني ميناء عالمي. أهلا بكم من جديد. لا زالت أعباء البلاد ومشاكلها والحقوق الوطنية ترتسم أمام شباب الثورة وتنسج في تلك الحوارات والفعاليات الثورية أو في تلك الشعارات التي تحملها خطاهم في مسيراتهم. اليوم في مسيرة رمزية اتجهت إلى مجلس النواب نظمها ناشطون من أجل استعادة ميناء عدن. المسيرة حملت العديد من الرسائل الرافضة والكاشفة لما آل إليه ميناء عدن. أصداء اليوم يستعرض تلك الفعالية بتقرير محمد النقي.
ميناء عدن التاريخي من ثاني ميناء عالمي إلى أكبر الصفقات المشبوهة التي أبرمت بين شركة موانئ دبي العالمية والحكومة اليمنية منتصف عام 2005، وكانت أسوأ مزاد علني للثروة السيادية اليمنية. ونظرا لذلك تحول ميناء الربط الملاحي الأول بين الشرق والغرب ومرسى المنحدرات القارية إلى مكان تخزين هاجرته حتى النوارس البحرية يقول العاملون فيه. وفقدت خزينة الدولة جزءا ليس باليسير من مواردها، وفقد الوطن سيرة هذا المورد، كما أصبحت العمالة اليمنية فيه مهددة بالتسريح، وقد آداها التردي المريع لأداء الميناء. نحن نخرج في هذه المسيرة للمطالبة بإرجاع ميناء عدن إلى ميناء يمني حر، يعني قابل للاستثمار اليمني وللشعب اليمني ثرواته وأمواله وكل مقتنياته. 7 سنوات مرت من تسلم شركة موانئ دبي العالمية ميناء الحاويات بعدن، لكن العامين الماضيين شهد تصعيدا شعبيا رافضا لتلك الاتفاقية برمتها، مطالبا بمحاكمة المسؤولين على سابقة هددت الأمن القومي الوطني. فهذه مسيرة لناشطين من أجل استعادة ميناء عدن بإسقاط الاتفاقية وعودة ميناء عدن الدولي إلى سيادته الوطنية. المسيرة التي انطلقت صباح اليوم من ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء إلى مقر مجلس النواب، طالبت قيادة المجلس اتخاذ خطوات جادة وملموسة بالضغط على السلطة التنفيذية لإلغاء الاتفاقية وإنهائها، كون ذلك مطلبا شعبيا. أتينا اليوم إلى هنا لكي نطالب بإلغاء اتفاقية موانئ دبي، موانئ عدن، مع شركة موانئ دبي الظالمة هذه الاتفاقية التي باعوا بحقها النظام السابق الاقتصاد اليمني، قلب الاقتصاد اليمني النابض، وحرم الشعب اليمني من أبسط مقومات الحياة. اليوم مطالبة باستعادة موانئ عدن، الموانئ اليمنية التي تحولت إلى مخازن لموانئ دبي بسبب اتفاقية كانت برمت مع النظام السابق الذي شابها كثير من الفساد، وخرجنا اليوم للمطالبة بإسقاط هذه الاتفاقية. هدف التغيير وسقوط النظام في نظر شباب الثورة لن يكون مكتملا إلا بسقوط اتفاقية وصفقة ميناء عدن. وهكذا ينتقل شباب الثورة من مجرد ساكنين في خيام محبطة إلى مفتشين عن صفقات الفساد كان آخرها ميناء عدن، يقولون لا بد أن يعود ميناء عدن. محمد النقيب لبرنامج أصداء اليوم. وللحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا عصام علي، أحد منظمي هذه المسيرة. أهلا بك أخ عصام، مسيرتكم اليوم إلى مجلس النواب، ما هي الرسالة التي أردتم إيصالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أريد أن أشكر جامعة السعيدة على اهتمامها على هذا الموضوع، وهي ستكون الرائدة معنا في مشاركتنا على جعل على إلغاء هذه الاتفاقية المشكلة في حقنا كيمنيين. ووصلتنا اليوم هي إلغاء هذه الاتفاقية أمام مجلس النواب، وقد وقفنا في الفترات السابقة أمام منزل رئيس الجمهورية وأرسلنا وأعطيناه رسالة بهذا الموضوع، وقبلها وقفنا أمام رئيس الوزراء وأعطيناهم هذا الموضوع لأجل إلغاء هذه الاتفاقية لأنها مجحفة وليست قانونية ولا صحيحة، وأخذت من تحت الطاولة أن نستطيع أن نقول بهذا الكلام. وأريد أن أوجه رسالة إلى حكومة الوفاق ونقول لهم بأن مهامكم هو ليس الجلوس على الكراسي بعد ثورة الشباب اللي خرجنا من أجلها، وإنما جلوسكم في وإنما هو الآن لإصلاح الفساد اللي كان في عهد النظام السابق، وهذا هو مطلبنا الأساسي. طيب تحدثنا عن الأسباب التي دفعتكم إلى الخروج في هذه المسيرة. الأسباب يا أخي للغاء هذه الاتفاقيات لأنها مجحفة بحقنا كيمنيين، لأن اليمن الآن لا يوجد لها أي موارد اقتصادية. شكرا لك عصام علي. أحمد عصام علي أحد منظمي المسيرة من شباب الثورة. الطريق العام الجدار القصير أمام كل من أراد أن يلفت نظر الآخرين لاحتجاجاته. هذه الظاهرة تنوعت مسبباتها بين الشعور بالظلم واستعراض القوة. اليوم بشارع 60 المقابل لسوق علي محسن كان هذا الشارع شاهد على ذلك. نتابع هذا التقرير للزميل إبراهيم الشرعبي.
أصبح قطع الطريق اليوم الوسيلة التي يلجأ إليها البعض للتعبير عن مواقفهم المختلفة، سواء كانت بدوافع حقيقية أو لأعذار واهية. اليوم فوجئ المارة منذ الصباح الباكر بقطع لطريق الستين قبالة سوق علي محسن المركزي لبيع الخضار. يقال أن السبب وراء ذلك شجار نشب بين بعض وكلاء السوق أقفلوه على إثره، فلم تجد المئات من سيارات الخضرة وعربات البساطين إلا الطريق أمام السوق المتنفس لعرض بضائعهم قبل أن يداهمها التلف. احنا بالنسبة لقطع الطريق هذا مظهر مش حضاري ولا أسلوب يتنافى مع جميع قيام والمبادئ الإسلامية في البلد، يعني شوه سمعة البلد، وعندها لو منمعوا قضية ما تستاهلج أي حاجة يقفز قطع الطريق. هذا قطع الطريق يعني ما يجوز من الله. ضابح عند ضيقي خلي على لطش. أنا رسالتي لعبد الرب منصور هادي أن يوفر سوق تبع الدولة، يعني للمواطنين، مش حق عام يتعبثوا بالمواطن كيف ما يشتوا. مهما تكون الأسباب، إن قطع الطريق سلوك غير حضاري يؤصل فكرا متخلفا في التعبير ويشكل إقلاقا لأمن وسلامة الطريق وماريه. لكن ما حدث في السوق من تهديد لأرزاق الباعة يبعث برسالة واضحة للحكومة بتوفير سوق عام لا يخضع لاحتكار أحد أو مزاج أحد. إبراهيم الشرابي، أصداء اليوم. وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أصداء اليوم. دمتم مدامة اليمن بخير، ألقاكم بحول الله.